السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة صلاح أبو حسين الزراعية. النعناع في البيت مهم جدا، النعناع في البيت مهم جدا زي ما حضراتكم شايفين اهو، نعناع جنب الشاي، شاي بالنعناع. هنعمل عملية تسميد دي للنعناع، ماشي. عملية التسميد دي عبارة عن قشر الموز. قشر الموز ده احنا ما نرمهوش، قشر الموز ده ليه فوائد كبير اوي في التربة تحت النبات، فاحنا بنقطع قشر الموز كده، ماشي. احنا عملنا الفيديو ده كذا مرة، عملنا فيديو تسميد قشر الموز كذا مرة، بس احنا لاقينه مفيد، يعني احنا لاقينه مفيد وما بيضرش، ما بيضرش للنبات، هو زيادة للنبات فهو ما بيضرش. فاحنا معظم فيديوهاتنا تسميد بقشر الموز، ماشي، وتسميد قشر البصل برضه جميل جدا. حلو الكلام. بكره ان شاء الله هنعمل فيديو تسميد بقشر البصل، ماشي. يعني كل حاجه في البيت ليها فوائد زي ما حضراتكم شايفين كده. قشر الموز اهو، بدل ما احنا بنرميه في الزباله احنا بنقطعه كده اهو حتت، ماشي تمام، وبنعمل عمليه التسميد. عمليه التسميد بتبقى عباره عن قطع قشر الموز دي، ماشي، في التربه اهي، زي ما حضراتكم شايفين دي كده التسميد. وهنبدأ نزقيها، ونبدأ نزقيها. احنا عملنا الفيديو بسرعة، ماشي، بسرعة جدا عشان نلحق نشرب الشاي وهو سخن.